وفيش كف اوريجين مع نوع الكف اللي راح يجينا. فلما يكون السورس هو الثاني يدوس بوست نيزل الدير في حاله السينوسايتس، هذا يعني عاده المريض يكون عنده هيستوري اوف كرونيك سينوسايتس او كرونيك راينايتس. اللارينكس في حاله اللارينجايتس تيومر او ووبين كف يعني تكون ايضا عندها عندهم يعني هارش باركينج كف تكون بينفول. يعني هذا المريض اللي عنده لارنجايتس عاده تكون الكف بينفول وتكون هارش تايب اوف كف. بالتريكيا في حاله التريكيايتس ايضا تكون بينفول لكن ريتروسترنال بين مو يصير عندنا بالمنطقه اللارنج. البرونكايل من يكون السورس هو مثلا في حاله السي او بي دي او في حاله الاسما او في حاله اللارج كانسر جينوفيليك برونكايتس، كل وحده من عندها ولها سبيسيفيك تايب اوف كف. ننزل جوا بعد لانج بارنكايما مثلا في حاله التوبركلوسيس نيمونيا برونكيتيسيس. برونكيتيسيس طبعا يعني سبب مهم للكرونيك كف. وتعرفون شنو برونكيتيسيس؟ abnormal dilatation of the bronchioles and the alveoli يعني توسع القصبات الهوائية. هذا أيضا سبب لأسباب الكرونيك كف وال large amount of sputum. في حالة التوبركلوسس طبعا تكون عندنا كرونيك كف associated عادة with hemoptysis. هذول اللي يمك بس نتبعهم. شنو جاي تكتب؟ ملاحظات دكتور. نعم يلا زين عشيلك وصاحبك منتبه عليك سوي. اوكي احنا يعني الرجاء الانتباه يعني للمحاضره هي ساعه واحده تحملوها شلون بشام. اوكي دكتور يعني شلون هيموبتسيس؟ هيموبتسيس هسه نجي اكو بنهايه المحاضره. هيموبتسيس يعني كافنج ابو بلاد، هذول يجي قح دم هيموبتسيس. اوكي التوبركلوسز عارف هم يعني يصير عندهم اتاكس اوف هيموبتسيس ويصير عندهم كرونيك كاف. نيمونيا ممكن تكون بالبدايه دراي كاف وممكن بعدين تصير برودكتيف نيمونيا ذات الرئه. تكون بالبدايه دراي كاف قحه ناشفه وبعدين تصير برودكتيف اوف سبيوتم اللي هو ممكن يكون يلو ممكن يكون جرينش ممكن يكون حتى بلاد ستيند. وهسه ايضا راح نجي نعرف انواع السبيوتم. البرونكيتيس قلنا كفنج اب لارج اماونت اوف سبيوتم ولانه صار عندنا اب نورمال دايليتيشن فيصير عندنا اكيوميليشن اوف السبيوتم. هذا السبيوتم لازم يتخلص من عند الجسم. فلما يتحرك المريض بوزيشنال يعني بوزيشنال ديبندنت لما يتحرك او لما ينقلب على اي جهه من الجهات راح يصير عنده بوتس اوف كف اند برودكشن اوف لارج اماونت اوف سبيوتم. انترستيشال فايبروسيس والمونري اوديما ايضا كوز للكف. وعاده البولمونري اوديما هذه نشوفها في حاله الليف فنتريكولار ديسفانكشن يعني الليف فنتريكولار فيلير يصير عندنا بولمونري اوديما ودمري قويه. راح يصير عندنا بولمونري كونجشن ديو تو انكريمنت ان ليفت اتريال بريشر. بعدين يصير عندنا انكريمنت بالبولمونري كابيلري وجه بريشر يصير عندنا اكسترافازيشن اوف فلويد الى الالفيولاي والبرونكاي والبرونكيولز العفو. بالتالي راح يصير عندنا بولمونري كونجشن فيجينا المريض سبيشالي ات نايت وذ كف اند برودكشن اوف فروثي سبيوتم. مو هذا السبيوتم العادي فروثي سبيوتم مثل الرغوه لانه يكون ميكس وذ اير. هذا يعني في حاله البولمونري اوديما انترستيشال فايبروسيس عارف تليف الرئتين. يمكن سمعتوا بهذا المصطلح بكثره بعد الكوفيد انه فلان من الناس صار عنده تليف بالرئتين. انترستيشال فايبروسيس ايضا يصير عندهم بوتس اوف دراي كف يكون ايضا كرونيك ديفيكالت تو تريت. بعض الاحيان يكون نن بولمونري كوز وهذا شيء مهم جدا يعني انه مستقبلا انتم تفكرون به. يجيك مريض عنده كرونيك كف مسوي كل الفحوصات
لكن ماكو شخص او ماكو طبيب سال على الدراج هيستوري. يطلع وين هو البيشنت هذا الكف ديو تو دراجز، واللي هو الكومن اكزامبل على الدراج اي اي سي انهبيترز هي الكومن كوز، واللي خصوصا بالفيميل 10 الى 15% من الفيميل اللي ياخذون اي سي انهبيترز، الكابتوبريل والانالوبريل والليزنوبريل، هذا من الاي سي انهبيترز انتي هايبرتنسيف ميديكيشن، 10 الى 15% من عندهم يصير عندهم كرونيك دراي كاف. كل الفحوصات تسويها ما تلقى شيء، اخر شيء بس مجرد تساله شنو تاخذ علاجات يقول لك اخذ اي سي انهبيتر يطلع اذا هو الكوز، مجرد تغير العلاج راح تروح من عنده الكاف. والاسبريشن مرضى دائما يجون كرونيك كاف، وايضا كل الفحوصات تكون نورمال، يطلع اذا هو عنده جير جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، سامعين بيمو ارتجاع البريء، هذا الارتجاع لانه اسيد ماتيريال راح يسوي لنا اريتيشن لللارينكس وينطينا بوتس اوف كف، واللي عاده تكون دراي. هذا المريض يجينا ان اكسبلين كف كرونيك كف، يطلع بالنهايه واذا هو عنده جير ما له علاقه بالريسبيريتوري سيستم جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. فهذا يعني الكوز اوف كف والتايب وال يعني الاوريجن من الابر ريسبيريتوري تراكت الى اللور ريسبيريتوري تراكت والى الاكسترا ريسبيريتوري كوزز. اكو احيانا يصير عندنا باراليسيس اوف سنجل فوكال كورد، هذول خصوصا اللي بعد العمليات الثايرويد اللي يشيلونهم الغده الدرقيه، يصير عندهم انجري تو ريكرنت لارنجيال نيرف. تشوف بعد العمليه قسم من عندهم يصير عندهم هورسنس، يصير عندهم بحه بالصوت، هذا ديو تو فوكال كورد باراليسيس، سنجل فوكال كورد باراليسيس، اللي هو راح يعطينا برولونج لو بيتش انسفيشنت بوفاين كاب، يسموها بوفاين كاب اكومبانيد باي هورسنس. هذا اللي يصير عند المرضى اللي بعد عمليات الثيرويدكتومي، بعد عمليات الغده الدرقيه. احيانا في حاله اللارنجايتس، وهذا طبعا يعني لايف ثريتنينج، لايف ثريتنينج اللارنجايتس لما يصير عندنا اوديما اوف ذا لارينكس، يجينا خصوصا بالاطفال يجينا وذ سترايدر، هذا ديو تو اوبستركشن اوف ابر ريسبيريتوري تراكت، او انه ديو تو انهيليشن اوف فورين بودي، راح يصير عندهم السترايدر اللي هو يعني سبيشال نويز او سبيشال فويس اثناء الانسبيريشن، يعني يصير عندهم هذا معناته نعرف انه هذا المريض صار عنده اوديما باللارنكس و اتس لايف ثريتنينج كونديشن، اذا ما عالجناه ممكن يصير كومبليت اوبستركشن اوف ذا لارنكس، تعرفون يعني المريض ممكن يروح من ايدينا. فاحيانا يضطرون حتى يسوي له تراكيستوم، يسوي له فتحه منه الى ان يروح الانفلاميشن، تروح الاوديما ويوخرون التراكيستوم. السبيوتم برودكشن ايضا ممكن كف تكون دراي بالبدايه بعدين يصير بها سبيوتم. السبيوتم يعني في كثير من الاحيان يصاحب الكف، الكلر اوف سبيوتم، اماونت اوف سبيوتم، تايب اوف سبيوتم، كونسستنسي اوف سبيوتم، كل هذه كل وحده من عندها توحينا الى فرد شيء معين. يعني لما يجينا المريض ان شاء الله راح يعني تبلشون بالهيستوري تيكينج، يعني لما يجيك المريض تسال على السبيوتم، لازم تسال على الكلر، تسال على الاماونت، تسال على الكونسستنسي، تسال على الفريكونسي، اوكي التايمينج اوف ذس سبيوتم، كل وحده من عندها لها دلاله في السبيوتم. يعني هسه راح نجي ايضا نعطيكم اياها بالتفاصيل. اكو عندنا سبيشال تايب اوف كف يسموها بيرسيستنت مويست سموكرز كف. المدخنين متعود على نمط معين من الكف اللي ممكن تكون ايرلي مورنينج كف، يمكن شايفيهم اللي عندهم مدخنين بالبيت، هو متعود على نمط معين من الكف. هذا يعني اي تشينج
هم يعتبروا هذا شيء طبيعي، يعني انه مثلا مورنينج كاف وتستمر، رغم انه هذا ممكن دخل بالكرونيك برونكايتس، يعني دخل بالديفينيشن اوف كرونيك برونكايتس لما يصير عندهم مورنينج كاف، لكن هو يعتبر هذا النمط هو نمط طبيعي اللي يسموه سموكرز كاف. اي تغيير عن هذا النمط ممكن تكون يعني اومينس ساين او ممكن تكون الارمينج ساين فور ديفلوبمنت اوف سيريس كونديشن، يعني ممكن صار بدا يصير عندهم، يعني لما يتغير نمط الكف ممكن بدا يصير عندهم مالجنسيز او ممكن بدا يصير عندهم كرونيك برونكايتس او يعني سي او بي دي كرونيك اوبستركتيف بولموناري ديزيز. فهذول يعني السموكر يسموه سموكرز كاف، يعني هذا انتيتي خاصة، هو كل مدخن متعود على هذا النمط. اي تشينج ممكن يكون انديكيتيف اوف ديفلوبمنت اوف سيريس كونديشن مثلا لانج كانسر، او ممكن حتى يعني تشينج تو كرونيك برونكايتس. الايتيولوجي، الايتيولوجي يعني الكوز، اندرلاين كوز، الايتيولوجي اوف الكف، الاكيوت ترانزيانت كف عادة كوز باي سمبل ريسبيراتوري تراكت انفكشن، سواء لور او ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، او بوست نيزل دريب اللي هو قلنا دو تو سينوسايتس اسبيريشن اوف او انهيليشن اوف فورين بوديز، او يعني هي ديفنس ميكانيزم افتر لارنجايتس او فارنجايتس. اذا الكف كانت مصاحبة لمور سيريس كونديشن، هذه اللي بالبداية هي الأكيوت ترانزيانت كاف سيلف ليميتنج، حكينا قبل شوية أنه هي سيلف ليميتنج، لكن لما تكون ذير إز أن أندرلاينج سيريس كونديشن أو أندرلاينج مور سيفير كونديشن، يعني مثلا نيمونيا، أسبيريشن، كونجستيف هارت فيلير أو كولمونري إمبوليزم، عادة هذه يعني تجينا وياها أدر أديتيف فيتشرز. مثلا في حاله النيمونيا قلنا تكون الكف مور بيرسيستنت، بالبدايه تكون دراي بعدين تصير برودكتيف اوف سبيوتم يلوش تو جرينش سبيوتم، ممكن يكون راستي كلر، ممكن يكون مع ميكس وذ ستريكس اوف بلاد، يصير عندهم ايضا فيفر، رايجر، شورتنس اوف بريث. في حاله البولمونري امبوليزم مثلا تخثر الرئتين، وهذا ايضا الان يعني بدينا هواي نسمع به ونشوف البولمونري امبوليزم اوسوبراتيفلي، او بعد يعني الاتاك اوف او بعد الابيديميك اوف كوفيد بدينا هواي نشوف مرضى بولمونري امبوليزم. هذول ايضا يجينا سدن اتاك اوف تشيس بين، بلوريتك تشيس بين اللي هو انكريز باي انسبيريشن وذ شورتنس اوف بريث اند هيموبتسيس كافينج اب بلاد، ويجينا ايضا وذ بالبيتيشن اند هايبوكسيميا، ينزل عندهم الـ PO2 saturation. فهذول نقدر احنا نشخصهم الى حد ما من خلال الـ clinical features. المرضى اللي عندهم يعني chronic cough هذول يكونون more challenging، الـ chronic cough خصوصا قلنا يعني اللي هم long standing cough، ويزيد المعضلة اكثر لما يكون الـ examination normal والـ chest x-ray normal. هذا طبعا يعني تكون يعني صعبه جدا الدياجنوستس، ممكن يكون ديو تو اكسترا فولمونري كوز، قلنا ممكن يكون دراج انديوس الاي سي انهبيترز، او ممكن يكون ديو تو جير يعني جاستروسوفيجال ريفلكس ديزيز، او ممكن حتى يكون ديو تو سايروسايتس. فهذول الكرونيك كف هم اللي يشكلون لنا دائما معضله بالدياجنوستس. ممكن تكون اكيوت ترانزيانت كف، ممكن تكون اكيوت اون كرونيك، او تكون سب اكيوت كف اللي هي ديو تو نيمونيا او بولمونري امبوليزم او ما الى ذلك، او ممكن تكون يعني ان اكسبلين كف. هاي طبعا هي اللي راح يعني يروح المريض الى ثورو انفستيجيشنز، وتلقى المريض وندرينج يوميا يعني بمكان يوميا فحوصات شكل، بالتالي يطلع السبب بسيط جدا انه يعني الطبيب اللي او الناس اللي المعالجين يعني مو مركزين بالهستري. فاحنا دائما نركز على ناكد على الهستري تيكينج،
وعشان يقول لكم اياها خلوها ببالكم يعني منا الى ان تطلعون تقاعد. المريض تشخصه من خلال الهستري. خلينا نقول ما نقول يعني ما نكون مبالغين جدا، 85% من الدايجنوسيس اذا مو اكثر توصله من خلال الهستري. الهستري المضبوط، الهستري اللي هو اللي بي تريكس، يو ويل فايند وات يو ار لوكينج فور. انت شيء اذا تخليه ببالك وتسال عليه راح تلقيه، اما انت اذا غافل عنه فما راح تلقيه. يعني هواي مثلا من المرضى يجينا مشخصيه بجاستريك بين، مشخصيه على انه ريتابل باول، يطلع هو مايوكاردر انفاركشن. فالتشخيص هو يعني مثل ما قلنا لكم 85% ممكن توصل الى من خلال الهيستوري فقط. يعني هذه ال 15% الاضافيه هي اكزامينيشن، وهذه الهلمه من الفحوصات اللي يعني مراكز كامله من الفحوصات هي حتى تحقق لك هاي ال 15%. اما انت من خلال الهيستوري ممكن توصل الى الدايجنوسيس. يعني مثلا مريض عنده جير، اجاك كرونيك كاف، ما راح يجيك يعني فيتشرز اوف جير، ما راح يعطيك، يقول لك عندي قحه مزمنه، قحه مروجتني، يعني حتى استحي اطلع، حتى استحي اقعد مثلا في مجلس او لانه كاف. فاللي يجي راح يساله يساله فقط عن الكاف. لكن لما يجي يقول له مثلا يعني يجي بباله انه هذا المريض ممكن عنده جير، يقول له عندك مثلا تحس اكو يعني اسيديتي مثلا ريجارد اوف اسيديتي، او تحس بيتر تيست، او تحس انه امباكتد لام دورينج سوالوينج او ديسفيجيا، راح يقول له ايه مجرد يعني هذه الحكايه اللي حكاها راح يعني انت يتحول تشخيص المريض من ريسبيرتوري كوز الى. اما انت اذا ما تجي تسال على هذا السيمبتومز ما راح تجي ببالك، ما راح يجي ببالك هذا الدايجنوز، والمريض شنو مدري ما راح يقول لك هاي الاعراض. انت اذا ما تساله ما راح يقول لك، يعني لان هو المريض يعني يجهل هذا الشيء. فالقصد انه يعني التركيز بالهيستوري وفن اخذ الهيستوري راح يوصلنا الى الدايجنوسيس بنسبه كبيره، قلنا خصوصا لما تكون كل الفحوصات هي نورمال. في حاله الدايجنوز اكثر شيء راح يعتمد على الهيستوري. هذا يعني ايضا اعاده للاسباب او الكوزز اذا كانت اكيوت سب اكيوت او نان ريسبيرتوري كوز. هذا السلايد مهم جدا اللي هو اسمه ريد فلاج سيمبتومز اسوشيتد وذ كف. ايش وقت احنا نعتبر هذا الكف هي سيريس؟ ايش وقت نعتبرها اومينس ساين؟ ايش وقت وي هاف تو انفستيجيت؟ يسموها ريد فلاج، يعني علم احمر، او هنا يعني يدق ناقوس الخطر في هذه الحاله. لما يكون الكف اسوشيتد وذ هيموفتسيس، يعني مريض عنده كف وياها بلاد سبيوتوم وذ بلاد، فهذا ما معقول تكون بناين تايب، لازم وي هاف تو انفستيجيت. بريثلسنس، يعني عنده شورتنس اوف بريث، المريض عنده كف وعنده شورتنس اوف بريث، يقول لك انا وقاعد يصير عندي ضيق نفس، او لما امشي يصير عندي ضيق نفس، او لما انام يصير عندي ضيق نفس. اذا كانت اسوشيتد وذ فيفر، اذا كانت اسوشيتد وذ فيفر، اذا كان عندهم تشيست بين، تشيست بين عاده ويا الكف هو شنو؟ بلوريتك يسموه، بلوريتك تشيست بين، تعرفون البلورا ماخذيها بالاناتومي. ويا التشيست انفكشن، مع التشيست انفكشن خصوصا بالنيمونيا او البرونكايتس، يصير عندنا انفلاميشن اوف ذا بلورا. البلورا عندنا تو بارتس، الفيزرال والفرايتال. فهذول لما يصير عندنا انفلاميشن يصير بيناتهم احتكاك اثناء الانسبريشن، هاي ثابته هاي تتحرك الفيزرال، يصير عندنا احتكاك ما بين الفرايتال والفيزرال فلورا، يعطينا سيفير تشيست بين. سيفير تشيست بين يسمونه بلوريتك تشيست بين. خصائص هذا التشيست بين انه انكريز باي انسبريشن لما ياخذ المريض تنفس، او انكريز باي كاف، لذلك المريض هيك راح يقول يعني او يحاول يتجنب الكف. اوكي، يحاول انه يتجنب الكف. البين هذا ميزته انه يكون سنترال تشيست بين، هذا راح نجي نحكي عليه لما نحكي على التشيست بين، شلون ميز انواع التشيست بين. فهذا يسموه بلوريتك
chest pain. لما يكون عندهم المرضى cough with chest pain فهذا أيضا it's a serious sign we have to investigate. ولما يكون عندهم weight loss عادة الweight loss associated يا إما with malignancy أو أنه tuberculosis. malignancy أو tuberculosis infected. لما يجينا patient عنده chronic cough وعنده weight loss significant weight loss. اوكي فهذه اللي يسموها هذا النقاط الخمسه تسمى ريد فلاج اللي هي وي هاف تو انفستيجيت. هذا الجدول جدا مهم انه احنا نعرفه الكوزز اوف كاف لما تكون عندنا اكيوت وذ نورمال تشيست اكس راي اكيوت وذ اب نورمال تشيست اكس راي كرونيك وذ نورمال تشيست اكس راي كرونيك وذ اب نورمال تشيست اكس راي. فلما تكون acute أقل من 3 أسابيع with normal chest x-ray definitely viral infection, viral upper respiratory tract infection, bacterial infection مثلا acute bronchitis ما يلحق يصير عندنا change بال chest x-ray, inhaled foreign body لكن ما سوانا obstruction يعني مو بالحجم الكبير بحيث سوانا obstruction و collapse لللنج أو inhalation of irritants يعني هواية يجون ربات البيوت اللي يحطون المنظفات يعني قاصر على ما أدري شنو على فلاش على فتتنوع المواد هي يعني يعني بالأصل هي irritant substances وسوي bronchospasm. يعني شايفين مرضى يجون with attacks of severe bronchoconstriction. ليش؟ والله يعني خبطت هاي المواد واستخدمتها في حيز ضيق ويكون مغلق واندر فنتليتد. فهذه الارتانت سبستانسز ممكن مو فقط تسبب لنا كاف ممكن تسبب لنا bronchoconstriction وممكن حتى تسبب لنا يعني يعني تلف في المجال التنفسي. لما يكون عندنا اكوت وذ ابنورمال تشيست اكس راي ممكن تكون في حاله النيمونيا انهيرد فورم بودي بحجم بحيث يسوي لنا لانج كولابس يعني يسوي لنا انكماش بالرئتين يجي الفورم بودي ينزل الى ان يوصل منطقه يعني يعبر التريكيا يعبر المين برونكاي يعبر البرونك يعني السب مين برونكاي ممكن يوقف ببرونكيول راح يصير عندنا انكماش بتلك المنطقة فنشوف عندنا يعني منطقة أشبه بالكونسوليديشن. تعرفون شنو الكونسوليديشن؟ فانهيلد فورم بودي أكيوت هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس هذه كلها ممكن تكون من ضمن الأكيوت كوزز فور ابنورمال تشيست اكس راي. الفايرال انفكشن مالت الهارت نورمال اي ممكن لانه upper respiratory tract هو self limiting و short duration ما تلحق تظهر عندنا يعني changes بال chest x-ray. ال diagnosis هو symptomatic شقد صار لك؟ صار لي 4 ايام شلون ال type of cough كذا كذا سكوتهم شلون؟ اذا هذه upper يعني respiratory tract infection due to viral cause. chronic cough اللي هي more than 8 weeks لما يكون عندنا with normal chest x-ray قلنا ممكن تكون في حالة الجير gastroesophageal reflux disease الأسمى عادة يعني clinical diagnosis. chest x-ray تكون في كثير من الأحيان normal post viral bronchial hyperactivity rhinitis sinusitis due to post nasal drip cigarette smoking smokers cough ايضا تكون normal drugs والirritant substances هذول اللي يعني يشتغلون باماكن يعني بيها pollutants او بيها irritant substances يعني ابسط شيء هذول اللي يشتغلون بالطباعه مثلا جماعه المكتبات هذول دائما الاخبار وتطايرها او اللي يشتغلون مثلا بالمصافي مصافي النفط دائما اكو بوليوشن وإريتنتس او اللي يشتغلون بالصوف او اللي يشتغلون ب
يعني المنتجات القطنيه مثلا كل هذه او المطرشيه مثلا هذول كلهم يعني يتعرضون الى لونج ستاندينج ريتنت سبستانسز فيجونا وذ كرونيك كاف لكن لما نسوي تشيست اكس راي هذول ايضا تلقيهم نورمال تشيست اكس راي تكون عندنا الكرونيك كاف والاب نورمال تشيست اكس راي مثلا في حاله يعني اللي عندهم كاف اكثر من 8 اسابيع لانج تيومر تيوبركلوسيس انترستيشال لانج ديزيز والبرونكيكتيسيس برونكيكتيسيس اللي هو قلنا توسع القصبات الهوائيه واضح هذا يعني طرح مختصر جدا لموضوع الكف وشنو الاسباب الكف لما يجينا البيشنت طبعا هو تشالنجينج سبجكت لانه ممكن يكون ريسبيراتوري ممكن يكون كارديو فاسكولار ممكن يكون جاسترو انتستينال وممكن يكون يعني اوف اذر سورس يعني ديو تو قلنا اريتنت او البولينس واضح اذا حالت الجيرب مثلا صار ستكتشر بالانديفريغس هذا يعتبر نورمال تشيس اكس راي اي مو بالضروره نشوفه التشيس اكس راي هنا نشوفه اب نورمال بالنسبه له مو لللانج فارينكايما ممكن نسوي له وذ كونتراست يعني نعطيهم باريوم سوالو يسموه باريوم سوالو يطلع عندنا الستركتشر لكن الشيست اكس راي كلينك بارانكايما التريكيا والبرونكاي لا تكون نورمال لكن يعني الاكس راي بهيش حاله ما راح توضح لنا الابنورماليتي باللانج ما تكون ابنورماليتي باللانج الابنورماليتي راح تكون بالاسوفيجس يعني قلنا نزول السكريشنز من الساينسز اللي عندهم ساينوسايتس او راينايتس بوست نيزل يعني احنا عندنا السكريشنز يا اما تنزل انتيريرلي او انه تنزل بوستيريرلي من ال يعني من الساينسز او من ال يعني الابر سبيريتوري تراك تنزل على البوستيرير فارينجيال وول على البوستيرير فارينجيال وول تسبب لنا اريتيشن وتسبب لنا كرونيك كاف اوكي فيسموه بوست نيزل دريب بوست نيزل دريب يعني النيزل سكريشنز بالساينوسايتس او الراينايتس يا اما تنزل انتيريرلي يعني ديسشارج او انه تنزل بوستيرييرلي لما تنزل بوستيرييرلي تسبب لنا اريتيشن وتسبب لنا كرونيك دراي كاف اوكي السبيوتم هو يعني يو نو دي يعني دي تيرم سبيوتم اللي هو الميوكس ذات برودوس او برودكتد فروم دي الريسبيريتوري تراكت هو الميوكس ماتيريال اللي هي يعني برودكتد او برودوس باي دي ريسبيريتوري تراكت احنا عندنا الريسبيريتوري تراكت نورمالي هي برودوس سبيوتم يعني السبيوتم هو نورمالي برودوس الديلي برودكشن هو تقريبا 100 مل الديلي برودكشن هو تقريبا 100 مل واللي هو يعني راح ينقل من اللور سبيريتوري تراك يبدي البايسيليري موفمنت السيليا الاهداف تبدي يعني تطرد به الى الاوتسايد الى ان يوصل الى منطقه الفارنكس او الاوروفارنكس وبعدين ات ويل بي سوالود نورمالي تقريبا 100 مل برودوس ايش دي هذا وظيفته انه ايضا ديفنس ميكانيزم يخلص الريسبيراتوري سيستم لانه معرض للهواء الخارجي معرض للهواء الخارجي وانت يعني تستنشق بالدقيقه على الاقل يجوز 18 او 16 الى 20 مره يعني تستنشق فهذا كله يعني filled with dust with يعني مايكرو اورجانيزمز و فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء حتى يخلص الجسم من هذه الاشياء اي شيء يخلينا السيليري موفمنت تقل او يخلينا البرودكشن اوف سبيوتم اكثر من اللازم راح ياثر على هذا النورمال سايكل السبيوتم
والكلر اوف سبيوتم مهم جدا بالنسبه للدايجنوستس اوف ريسبيراتوري تراكت ديزيز. الكلر اوف سبيوتم مهم جدا لما نجي نسال عليه. بعدنا انواع السبيوتم اللي هو السيرس والميوكويد والبيرولنت والراستي كلر. السيرس اللي هو يكون كلير ووتري او يكون فروتي او يكون بينكشين كلر. الفروتي قلنا مثل الرغوه يصير في حاله الكيوت بولمونري اوديما او في حاله الفيولر سيل كارسينوما. الميوكويد يكون اكثر لزوجه. الميوكويد سبيوتم اللي هو يكون جرين او يكون اهلا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك يا حبيبي. هي يعني ونزلت لهم عندهم مرقه جيده فقالوا لهم سبحان الله يكون ميوكويد استشاريه وبوتينيه. الميوكويد اللي هو يكون كلير كلر يعني في حالات الاعتياديه او في حاله الاريتيشن او في حاله ال يعني فايرال انفكشن، او يكون جراي يتحول الى جراي كلر او يلو ان كلر او يكون جرينش ان كلر. هذا يعني في حاله البكتيريال انفكشن يتحول من فايرال الى بكتيريال انفكشن، او ممكن يكون يعني في حاله الكرونيك برونكايتس في حاله السي او بي دي وفي حاله الاسما. سي او بي دي هي كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز. ممكن يكون بيرولنت سبيوتم يعني مثل القيء بيرولنت اللي يكون يلو او يكون جرين. اليلو في حاله برونكوبولمونري انفكشن، وفي حاله يعني هذا بالايرلي ستيج اوف انفكشن لما يكون عندنا لايف نيوتروفيل يصير يلوش ان كلر. في حاله لما يصير ديد نيوتروفيل يتحول الى جرينش ان كلر، مثلا في حاله النيمونيا برونكيكتيسيس سيستيك فايبروسيس ولانج ابسس. راستي كلر هذا يعني specific appearance for a specific infection. يعني لما يكون راستي كلر، راستي مثل شنو يعني؟ راستي الصدع او الزنجار. يكون راستي كلر سبيوتم مثل لون الزنجار. الراستي كلر هو specific for streptococcal infection. streptococcal pneumonia. راستي كلر سبيوتم هو specific for streptococcal او يسموها نيموكوكال. يعني كتب تذكرها نيموكوكال وكتب تذكرها ستريبتوكوكال نيمونيا. فيعطينا راستي كلر سبيوتم. الكلر قلنا ممكن يكون كلير ميوكويد سبيوتم في حاله الكرونيك برونكايتس سي او بي دي. اليلو سبيوتم في حاله اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن او في حاله الاسما ان ديو تو ايزينوفيل. الاسما تعرفون هو اليرجيك ان اوريجين، ممكن تكون internal ممكن تكون external cause. فصاحبها الايزينوفيل يعني بالالرجي تعرفون بالالرجي في السولوجي ما اخذيهم بالالرجي الرجي انتيجين انتيبودي ريأكشن الاي جي اي مو ما اخذيه ويصير عندنا اكتيفيشن فور ذا الايزينوفيلز. الايزينوفيلز هي تكثر في حاله الاسما في حاله الالرجي. ايضا تنطينا ممكن تنطينا يلو
color sputum. وايضا قلنا في حالة ال live neutrophils، في حالة ال live neutrophils نشوفها ايضا تكون yellow sputum. green sputum اللي هو permanent type في حالة ال dead neutrophil. dead neutrophil يعني في حالة ايضا النيمونيا وفي حالة ال COPD او البرونكيكتيسيس. ليش يصير عندنا green last neutrophil release the green pigmented enzyme اللي هو verdo peroxidase و يعطينا هذا اللون الاخضر الجرينش كلر سيتوتم راستي كلر. قلنا يصير في حالتين الستريبتوكوكال نيمونيا due to lysis of red blood cells. الاماونت اوف سيتوتم ايضا مهمه جدا بالهيستوري. هسه عرفنا الكونسستنسي وعرفنا الكلر، الان نسال على الاماونت. الاماونت ممكن يكون small amount of sputum، يعني يقول لك يعني شيء قليل، يعني ملعقة أو ملعقتين طعام يومياً. وممكن تكون large amount، copious amount of sputum، خصوصاً لما يعني يتغير البوزيشن مالته. أو ممكن يكون morning يعني morning time large amount of sputum. فهذا كل واحدة من عندها لها دلالة. large amount of volume, large amount of sputum with changing position، هذا عادة بالبرونكيكتيسيس. عليكم السلام ورحمة الله. محاضرة كيف ساسة ساعة محاضرة عشرة دقيقتين بس نكمل هذا السلايد ونكمل بقية المحاضرة على يعني على المرة القادمة. أوكي. ممكن يكون يعني ممكن يكون virulent sputum mucoid inconsistency of large amount في حالة البرونكيكتيسيس. وين الأوراق مال الحضور؟ الكل سجلتوا أسماءكم. أو يكون عندنا large amount of watery sputum اللي هو يسمى البرونكوريا في حالة الالفيولار سيل كارسينوم. يكون لارج اماونت اوف ووتري سبيوتم. التيست اور سميل يعني يقول لك طعم السبيوتم هذا او رائحه السبيوتم، الطعم مالته او الرائحه مالته. فاول سميلين معناته عندنا ابسس، عندنا ابسس فورميشن. فاول سميل يعني due to anaerobic bacterial infection، بكتيريا لا هوائيه. Infection by anaerobic bacterial infection في حالة lung abscess وفي حالة البرونكيكتيسيس. Solid material يقول لك يعني أحيانا يصير عندي ويا القحة تطلع هيك مواد صلبة، يعني هذا في حالة ال أوكي. ممكن في حالة الأسمى يكون عندنا أيضا يعني أو في حالة الأسبرجيلوسيس يصير عندنا thick sputum difficult to expectorate، فيطلع عندنا على شكل بعد bouts of cough، يطلع عندنا على شكل مواد hard material يعني sticky inconsistency، يعني أكثر من الميوكويد. يكون عندنا يعني هذا بالنسبه للسبيوتم. وصلنا الى الهيموفتيسيس وقصه المحاضره.